السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا ان شاء الله عندي في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة ان شاء الله رائعة للسيدات اللي عندهم تأخر ديال الحمل. فان شاء الله يعني عندنا جوج ديال المكونات. غادي ندير معكم المكون الاول اللي هو انا كما كيبان لكم الرمان، وكذلك كاين واحد المكون الثاني. هذه الوصفه هذه رائعه ان شاء الله للسيدات اللي عندهم ضعف او نقص في الاباضه، كذلك لبروده الرحم. وفي نفس الوقت هذه الوصفه هذه راه كتكبر وكتخصب يعني كتخصب البويضة ان شاء الله، وكتخليها كتهيئها كذلك للحمل، يعني وصفة متكاملة ان شاء الله. فاول حاجة غادي نديرها غادي ان شاء الله تشوفوا معايا كيفاش غادي نحضر هذا الرمانة، ومن بعد ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كذلك المكون الثاني، والمكون يعني اللي لازم ضروري هو يعني هو اللي ضروري في هذه الوصفة هذه اللي كيقوم كما قلت بتكبير البويضة، كذلك بتهيئ البويضة، وفي نفس الوقت اللي عندها المشكل ديال النقص في الإباضة فتستعمل هذا المكون هذا. ودابا غادي ناخذ هاد الرمانة. فاول حاجه ان شاء الله كما كيبان لكم هنا عندي الرمانه، غادي الرمان فدابا هو يعني الوقت ديالو، فكيكون بزاف يعني في الخريف، فمن الاحسن البنات انكم يعني ديروا الفرصه يعني ما حد كاين دابا الرمان. غادي نحاول انني نقشرها على هذا الشكل هذا، يعني بحال بغا نصوب الرمان باش انني نتوما على هذا الشكل هذا، نقطعو كذلك حتى من هنا هانتوما. دابا غادي نجيب دابا غادي نحلها كما كيبان لكم. المهم يعني نقي الرمان، ها هو غير كنحلو تقريبا راه كلهم تيطيحو. غادي نعاون بحال هكا باش تشد الرمان، صافي راه كي يتنقى راسو. شوف البنات اللي بقات طبيعة الحال كتكمليها راسك. فهنا يعني الا كانت رمانه كبيره فكنحتاجو فقط غير النصف، كانت صغيره نديرو رمانه يعني كامله. صافي هاد الكميه تقريبا راه تكفيني. نتوما البنات صافي كما كيبان لكم، يعني الا كانت كما قلت الا كانت رمانه كبيره غادي نديرو النصف، كانت كبيره كانت صغيره نديرو وحده وحده كلها. دابا ان شاء الله غادي نحتاج كما كيبان لكم بلاستيكه او ميكا على هذا الشكل هذا. غندير فيها هذا الرمان، هذا الرمان غادي نديرو في هذا البلاستيك بطبيعة الحال. كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ديروا هاد الطريقة أو كذلك يمكن لكم هذا، يمكن لكم تهزو الرمان أو بطبيعة الحال تعصرو عادي في الماكينة ديال العصر. أنا فضلت ندير هكا حيت كيبقى فيه مفهومة على هاد الشكل هذا. نحاول انني باش يبقى لي الرمان بطبيعة الحال باش يبقى لي كلشي ديال الرمان ماشي غير الماء، بغيت حتى هذوك الطيمات وداكشي على هاد الشكل هذا. صافي نستمر بحال هكا حتى تقريبا كله كيطلق ليا داك الماء بحال هكا على هاد الشكل. صافي ان شاء الله ونرجع معكم. ف
فمن بعد كما كيبان لكم يعني كيولي على هذا الشكل هذا، يعني كله يعني طلق داك العصير ديالو صافي، او كيجي على هذا الشكل هذا. شو كما كيبان لكم دابا ان شاء الله غادي نضيف ليه، غادي نضيف ليه كما كيبان لكم البنات حب الرشاد. فحب الرشاد البنات رائع رائع ان شاء الله بالنسبه للسيدات اللي عندهم نقص في التبويض، كذلك اللي عندهم يعني البويضه ما مهيئاش يعني كيكبر البويضه، في نفس الوقت رائع لبرودات الرحم. بالنسبه للرمان فالرمان كذلك يعني رائع للمهبل، يعني له فوائد رائعه للمهبل، كذلك حتى للامعاء، فيعني ما كيخليش داك الانتفاخ ديال الامعاء. و دابا كما كيبان لكم غادي نهز هاد تقريبا، غادي ندير ملعقه هانتوما ملعقه ديال حب الرشاد ونضيف ليها واحد يعني بحال ملعقه ونصف، ونحاول انني نخلط هاد المكونات هانتوما الرمان، راه الفوائد ديالو رائعه رائعه البنات. هاد الوصفه مثلا صوبوها في الصباح البنات، يعني صوبوها في الصباح يعني منين تفيقوا تصوبوها في الصباح، وفي الليل تاخدوها من بعد الدوره الشهريه مره واحده فقط، يعني تاخدوها مره واحده من بعد الدوره الشهريه، فراه رائعه رائعه البنات. هانتوما نخلطها مزيان صافي، وغادي نبقى ناخذها كما قلت لكم من بعد الدوره، من بعد الدوره الشهريه يوم واحد، يعني ملي تسالي منك الدوره الشهريه ودوشي كتاخديها كتصوبيها من الصباح حتى الليل باش هذاك حب الرشاد ينتفخ ويعني يطلق كاع دوك الفوائد ديالو اللي فيه، وصافي ان شاء الله كتشربيها مباشره كيكون ان شاء الله يعني عادي كيكون الجماع يعني ما بين الزوج ديالك، وان شاء الله راه رائعه وبزاف ديال السيدات حملوا بهاد الوصفه هذه. فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بلايك الا عجبكم الفيديو وكذلك الاشتراك في القناه، والسلام عليكم الى فيديو اخر او وصفه اخرى، في امان الله.